كان واضحا منذ ساعات نهار الأمس أن هناك ما يريد افتعال مشكلة وحرف التظاهرات عن توجهها، فبعد التهجم على القوى الأمنية وإحراق آليتين لها لم يكتف المشاغبون بهذا، فقد حطموا الواجهات الزجاجية لنحو 30 محلا في وسط بيروت خلال مطاردتهم من قبل رجال الأمن، وكتبوا شعارات على الجدران ضد سوليدار والحكومة ورئيسها. ولاحقا اقتلعوا البلاط من الأرصفة المحيطة بمبنى العزري ورموا رجال الأمن به، ومن ثم حطموا أعمدة الإنارة وإشارات السير واللوحات الإعلانية بعدما أحرقوا بيوتا جاهزة لعمال البناء. هذا التعدي على الأملاك الخاصة بعد العامة دفع الجيش لمؤازرة القوى الأمنية وإبعاد المخلين عن وسط العاصمة قبل أن يسود الهدوء، وقد نفت حركة أمل أي علاقة لعناصرها بما جرى. وبعدما اعتبر نواب من الشمال أن التحرك انحرف عن مساره ليتحول تهجما من أنصار سرايا المقاومة كما قالوا، دعوا مناصريهم للنزول إلى الشارع دفاعا عن رئيس الحكومة وعما يرمز إليه السراي الحكومي. أمام ما يجري في بيروت من اعتداء على السرايا الحكومية ومحاولة اقتحامه على عدة مرات والاعتداء على الدرج، ندعو جميع أهالي الشمال التحضر من أجل الدفاع عن السرايا الحكومية اللي هي رمزنا، واللي هي لا نقبل يوما أن يتم اقتحامها من أي كان ولأي سبب كان، ورغم اعتراضنا الكبير على هذه الحكومة. وفي البقاع كذلك نزل العشرات إلى طريق سعد نايل وقطعوها لبعض الوقت بالإطارات المشتعلة، أما الحجة فهي نفسها التضامن مع رئيس الحكومة واستنكار استهداف الرمز الأول للسنة في البلاد. بالروح بالدم نبيك يا سلام. كذلك قامت مجموعة بقطع الطريق الساحلية في السعديات قبل أن يتدخل الجيش ويقوم بفتحها.